معي طيبة خليل إبراهيم، خريجة جامعة بغداد كلية الفنون الجميل، مقدمة برامج وحالياً مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أكو هواية خفايا وأشياء ما تعرفوها عني، بس راح نتعرف عليها اليوم بشعر بنات. طيبة خليل، أهلاً وسهلاً بك، شنورتينا. الله يسلمك، شكراً على الدعوة الحلوة. شكراً. ونقول آسفين على التأخير قدام الناس. هو تسأل علاقتك والوقت شلونها؟ ما شاء الله، يعني بالتمام. شافت عينك. هي شفت والله، شفت شلون مو نص ساعة ما تضيع بوجه الصديق، مو هيك يقولون؟ بدون عادي نص ساعة تروح، يعني نعوضها بغير شيء. نعوضها إن شاء الله. طيبة، يعني البنية عندها هواي ذكرياتها وأشياء حلوة، من ضمنها شعر بنات. أي شنو كان تخيلك عليه؟ شعر بنات الحلوة، يعني الحلوة طبعا. الحلوة كلش أحبها، وذكرياتي وياها أنا 93، فحتى الذكريات ما نقول إنه هي كلش قديمة. تعترف بمواليده، تكون مشكلة جايين عليها. لا بعد وقت، يجوز إن تستضيفني بعد 10 سنوات، لا ما راح أقول. فهسه إحنا بعدنا دراوح بالعشرينات. تمام. إيه، فنرجع للشعر بنات. الشعر بنات هو دائما مرتبط بالطفولة. زين. فأني شوية طول وياي، لأن هو مرتبط وياي لحد ما عمري 29 سنة. أنا حبة لليوم لحد الآن. يمكن مرحلة الطفولة طولت شوية. ليش إشكالية كل من إذا تريد تسأله عن أمور تكون عندها ردة فعل حول الموضوع؟ جيل عمرك ما تحب تقول. هاي أزمة الشباب الدائم. كلنا نطمح للشباب الدائم. شوف، يعني أنا ما أريد أطول عليك، بس إحنا حاطين فد ليميت أو أرقام أو حدود، إنه ما يصير ورا 30 أنتي ما متزوجة، ورا 40 أنتي صرتي مرة كبيرة، ورا هذا غلط، هذا شيء مغلوط تماماً. فبسبب هاي القيود إحنا مثلاً تستحي تقول 30 سنة. ليش؟ لأن هي مثلاً ممكن بعدها ما متزوجة، فتريد تبدي ترجع. مرحلة العشرينات حلوة. فاني هسه باخر سنه من العشرينات، صدق احس نفسي مشبعت منها، اتمنى امدد فت 5 سنوات. حلو. ما اعرف، يجوز المرحله الجايه حلوه وبيها يعني اللي يخصها او جماليتها، بس هي تبقى العشرينات يعني لها حلو جمالها. طيبه خليل، شلون تتخيلين شكلك بتوصلين العمر 60؟ حلو هذا السؤال. ما اعرف، يمكن اشبه ماما. أنا هسه يقولون أنا أشبه ماما، ما أشبه بابا. فماما هسه عمرها الله ينطيها طولة العمر يا ربي، بالستينات. فأشوف نفسي أشبهها. بس ممكن ماما أم كلاسيكية، يعني هاي المحجبة ماكو ميك اب، تشبه أغلب أمهاتنا. أنا أحس نفسي حبقى بيا جانب متصابي، أحب الميك اب يعني. ممكن تحسين نفسك راح تحافظين على هاي اللمسات الموجودة عندك، الكاركتر الموجود عندك؟ أتمنى. أوكي. أريد، بس أني كسولة. أكبر دليل إنه أني ضيعت العشرينات الحلوة وأني أعاني من السمنة، أنت تعرف. فمعناتها أني كسولة. أني أتمنى أحافظ. بس هل راح أقدر أو لا؟ نتلاقى بعد 20 سنة. نشوف بوقت. طيب، يعني تعرفين بأنه إحنا خصوصاً العراقيين عندنا هواي يعني مناسبات اجتماعية. صحيح. أشياء تصير بحياتنا، سابقا كنا ما نفكر بهذا الموضوع. طيبة خليل، أكو مناسبة اجتماعية ضوج منها ما تريد تحضرها؟ عيد الميلاد. ما أدري، ما أحب أجي. ضوج منها بسبب الهدايا؟ لازم نفسك طيبة، فهمينا شنو يعني الموضوع؟ ممكن. مادية أنت الهدايا؟ ما أدري، أحس يعني أكفاني أجي أقول لك مبروك أنت كبرت سنة. أوكي. انتهاء الخصم، يعني هذا الموضوع اللي الجو والكيكه او تحسين يوميا صديقه عيد ميلاد ولازم انا احضر، هذا موضوع احضر هديه. ولازم تكون الهديه تكون لازم براند وغيرها من لا ابد مو هاي التفصيله لا. بس هي الفكره انه انت تتقيد هذا العيد ميلاد لازم انت تحتفل به بيوم العيد ميلاد. ففكره انه انت تفرغ نفسك بهذا اليوم وانت ما شاء الله عندك قاعده اصدقاء ما تريد تخسرهم، هي هاي وحدها قيد. انا يمكن هو جزء منه اضوج منه. تفاصيل البروتوكول مال عيد ميلاد الهابي بيرثدي ما حب. يمكن هسه صديقاتك اللي يسمعون اليوم ماكو اي دعوه بعد عيد ميلاد. يا هاي وصلت الرساله يعني. طيب لا تدزون عليه باي عيد ميلاد رجال. لا ناجله نسويه بيوم احنا متفقين عليه. اي يا هاي. طيب تساؤلات هواي يقولون بانهم من مشاهديك متابعين يقولون طيبه خليل ضايعه، ما جاي نعرف هي بلوجر مقدمه برامج
الفترة الأخيرة أكو مشاريع بأنه تدخل الدراما والتمثيل. طيبة خليل وين؟ شكراً، هذا السؤال أنا محتاجة أخذ مساحته. هو أكو شيء طيبة خليل تحبه، وأكو شيء طيبة خليل هو حبه، زين، وأكو شيء صار بزنس. فأنت محتاج تتمسك بطموحك وبشغفك اللي أنت تحبه، ومحتاج تطور كمشروع تعتبر استثمار ممكن أو بزنس. فأني عن نفسي كطيبة، أنا أحب التلفزيون، أحب تقديم البرامج، أحب نتحاور نقعد نسولف، هذا شغفي أنا اللي أحبه. ممكن هو لحد الآن ما حبني مثل ما أنا أحبه لحد الآن؟ ممكن، كان أنا ما أخذت هاي الفرصة اللي أحلم بيها. شايف هاي المساحة اللي كان عندي آني جانب كسول، اشتغلت على شكلي، اشتغلت على يعني مجموعة تفاصيل. الكاميرا أنيقة لازم أنت تليق بيها، فأوكي فعلت هذا الجانب. بقى العمل اللي تلقى نفسك بيه أو البرنامج اللي شبهك، أنت أكيد فاهمني. أكيد البرامج اللي سبقت يعني واللي قدمتها شفتي نفسك بيها؟ تجارب. أكو كانت أغلاط بيها؟ أكيد أكيد. شوف، ماكو مشروع متكامل 100%، كل جانب بي سلبياته وإيجابياته. أنا دائما أحكي بالإيجابيات، اللي هو أني اختبرت نفسي بهذا المعترك، شفت نفسي أني راح أحب أكمل لو لا، لقيت نفسي شغوفة وأحب. جربت، هي كانت تجربة، شفت يعني ينعرض بالشاشة، أنت تشوف نقاط قوتك وين فتحاول تطورها، تشوف نقاط ضعفك تحاول تتجنبها. ماني ما راح أقول عنها سيئة أو سلبية، راح أقول إنه هي كانت دروس. اليوم مفهوم البلوجر بالعراق الناس فهمت بشكل صحيح من خلال تصرفات البلوجرات الموجودات، طريقة الترويج لهذا الموضوع، مفهوم البلوجر اليوم عندنا بالعراق، يعني أنت من وجهة نظرك أنت كجزء من هذا سامع على موضوع البلوجر؟ وهي شوف، هو أي مجال جديد مستحدث دائما يصير عليه لغط. فهو هذا المجال عموما يعني ظهر مؤخرا، أنت تعرف زين، بس كل مجال بانطلاقته واجه مشاكل. بداية التمثيل، بداية تقديم البرامج، بداية أي شيء. أكو موضوع ثاني، المشكلة شلون يقولون الشر يعم والخير يخص، هو هذا اللي إحنا دا نواجهه. دا يتم الحكم على هالمهنة من خلال ممكن فلان وفلانة سيئين وصرنا كلنا سيئين، هذا غلط. بس هذا الحكي أحكي لك قبل سنتين. اليوم الناس بدت يصير عندها وعي أني سعيدة بي، قمنا نميز منو راشق، قمنا نعرف منو ماخذ الموضوع مادي بحت، قمنا نميز منه متابعينه كذب، قمنا نميز منه دا يعلن هذا العصير وهو مضايقة بحياته. فالناس صار عندها وعي، فوت وشوف وانت فاهم. يعني معقول اليوم واحد يجازف بصحة متابع له على مود المادة؟ الله يراويك وسط، يعني كل شيء بي صار عندك بينه عرض منتج كان يكون نحف غير الأمور بينه تستغلين؟ فأجاني عرض، أنا كنت أعاني من السمنة، سويت عملية قص معدة وضعفت، أوكي؟ هذا الشيء يعني شاركته، يعني دفعت تكاليف العملية وكل شيء، ومع ذلك اللي يسألني يريد تفاصيل أنا راح أنا دا أقول ونشرت وسولفت التجربة للفائدة يعني عموما، يعني هذا كان مو إعلان، هذا كان شيء أنا سويت. إعلاناتي موجودة، وأني يعني الإعلانات مجال أنا أحبه على فكرة، ترى يراد لها ذكاء إنه أني أقنع حيدر يشتري هذا العصير، زين، وأكو بصفة 20-30 عصير برتقال، يراد لها خير. صحيح. زين، تسويق فن، والتسويق صار مجال مرغوب بالجامعات وبالدراسة، فهو أبداً شيء مو مسيء، زين، يعني أنت هسه أي مؤسسة، أي براند، ترى أكو أسماء دا تجيب أسماء، يعني شركة كبيرة دا تجيب لاعب كرة قدم كبير، لا هذا محتاج إعلان ولا هذا محتاج يعلن، بس هو الماركتينج والبراندك صار شيء ما نقدر نستغني عنه. أوكي، بس اليوم خلنا أكو تفصيل، أنت ما دام ريد نبين للناس نسولف جو الحياة شلون تكون بالإعلانات وغيرها، صحيح اليوم يعني بالوسط الخاص بكم وأنتوا الوجوه الإعلانية بأنه أكو يعني منافسة بالمبالغ وهي مو صحيحة؟ يوم أنا أقول طالع إعلان، أنا استلمت بالإعلان مثلاً 6,000 دولار، 10,000 دولار، أوكي. بس من تجين الواقع ربع هذا المبلغ هو ما مستلم هذا الشخص. شو سمعت بيها والله؟ ليش يعني هذا موجود الشو؟ شو راح يأثر عندكم بينات الموضوع؟ شوف، دائماً أنا أقول هاي وجهة نظر شخصية، الشيء اللي أنت تتكلم عنه هواية
وتدعي هواية هو أكثر شيء ناقصك. أنا هيك أحسبها. فشوف أنت هذا الشخص اللي يبدي كلامه وياك برقم، هذا معناتها أنت نقص حقيقي بالأرقام. اللي أول ما يقعد وياك يقول لك هذه بهالقد ويحط السويتش، لأن هو ما هذا يعني سوري بس حديث نعمة. اللي يحكي بالمثاليات كذا يخوفون هذولا. فمثل ما أي سيدة مو تحت الأضواء تحب المناسبة تلبس ذهبها تلبس كذا، شو فهذا يقول أني أخذ كذا مبلغ زين ليه هو شو؟ طيبة خليل ليش ما سوقت نفسها في عالم الدراما؟ أكو خوف، أكو مشكلة بينه خاف لا تتسوق وتنجح ويقولون هذا كله فضل والدها، وين المشكلة؟ وين هاي الكلمة تلاحقني من شنو طالبة كلية؟ لأن أني كلية فنون جميلة قلت لك. فالمجتمع هناك يعني مقدر إنه أني بنت فنان، فكان لي أولوية بالقبول، وهذا نظام عالمي إنه أولاد الفنانين لهم أولوية بالقبول. ليش؟ لأن يكون عندهم فد خلفية لا بأس بيها عن المهنة وعن المجال عموماً. فمن هذا الباب فهي كانت تلاحقني بالدراسة إنه لأن بنت فلان كذا. من بعدها بلشنا بالمجال، فصارت لعلمك أني مهنياً أني لازم إدارة أعمال أبويا، والله هو ما سوالي شيء. زين أنت لازم الإدارة ليش خليه بين هو شو ليش فد مكان آخر فرصة تقدرين تدخلين المجال يعني أنت الإدارة تخيل بس. أي والله فهو فادني بشنو؟ بابا عنده قبول عند العالم، فأكو هواية ناس قبل ما تشوف مني شيء لطيف حبتني لأن أنا بنت هذا الشخص. فهنا أنا أكيد فادني إنه أنا تعلمت منه، أبصر شيء هذا التعامل ويا الكاميرا وهاي التفاصيل، فأنا أكيد تعلمت منه هواية. وأنت تعرف إنه هو صديقي وسندي وهذا الكلام إحنا هواية متفقين عنه، بس هو ما سوى لي واسطة بشيء أنا ما مؤهلة له. يعني ما عندي خوف بينه من هذا الجانب كثرة الانتقاد بالنسبة للدراما. أي بينه أنا عندي خوف أنحسب على أبويا أو خاف يقولوا بأنهم طيبة مو بمجهودها. صح هو وارد، بس بالنسبة للدراما أنا هذه السنة تلقيت 4 عروض بالسباق الرمضاني. أكو واحد منهم خطيت الخطوة الأولى، بعدها صارت عندي ظروف فانسحبت. ظروف من عندك أو منعتهم؟ لا من إحنا شفنا من خلال المواقع وباركوا وقالوا انتظروها قريبا. بالضبط كان أكو يعني كانت شاشة مهمة وتيم أيضا مهم، بس أنا صارت عندي ظروف بالبيت طلبت مني أن أسافر. طيب بصراحة ظروف لو أنت حسيتي حجم الدور ما مناسب لا 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 الدور كان بطولة كان بطولة ويعني الدور أساسي وشخصية تشبهني حتى أنا كطيبة. حلو أوكي كانت كلها متكافئة العناصر، بس توقيت التصوير توقيت الشغل الثاني اللي صار عندي حسيت نفسي راح أخرب إنه أوفق بيناتهم. ما راح أنتي هواي متعلقة بالبيت وتعودنا دائما بأنه تنشرين أنت والوالد كثير من الفيديوهات، بس بالفترة الأخيرة قلت أحس الفيديوهات. صحيح. إيه ليش حبيتي بأنه لا توصلين مرحلة ويقولون بأنه ما أخذ الوالد والبيت كأنه محتوى إلها حتى؟ لا إطلاقاً. ليش حبيتي بالفترة الأخيرة بأنه شوف تكون إليش خصوصية تبتعدين عن هذا؟ هي من زمان موجودة الخصوصية يعني بحياتي ما صورت بابا هو ما يدري مثلاً شايف بيتنا أو حسيت الناس كنت سحاب؟ لا مو انسحاب قلة انشغال. أنا انشغلت لأن على السنة الجديدة إن شاء الله أنا راح أطلق مشروعي الخاص، علامتي التجارية الخاصة بي ما شاء الله يعني وصلت مرحلة بزنس. إن شاء الله إن شاء الله. هذا خلاني الله يسلمك خلاني أقضي هواية وقت بالشركة زين بعد صرنا أصحاب شركة شركات بعد وين؟ شو يسوون بعد بالتقديم بالتمثيل عوفيهم بعد مين؟ لا هذا شغف أنت تعرف يعني حيدر أنت مستحضر؟ علامة تجارية علامة تجارية الله يسلمك. طيب احنا متواصلين وياك انت وياك الى فقرة حلوة جميلة ويمكن كانت ببال كل بنية كربية هو فارس الأحلام. فارس الأحلام نشوف شنو فارس أحلام طيبة خليل لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدين الكرام من بعد الفاصل وفقرة حلوة هنشوف شنو فارس أحلام طيبة خليل. الكل بنية من الصغر حد ما توصل مرحلة معينة يكون أكو فارس أحلام براسه
مواصفات او اشياء خلتها، فاريد اعرف من خلالك شنو فارس احلامك اللي كان وبعد هالمواصفات موجوده. شوف، هي كل مرحله لها فد مقاييس احنا نخليها. أوكي. يعني ممكن بعمر اصغر من هيجي المقاييس اللي نريدها مختصره على الشكل مثلا. هوني اريده وسيم، اريده مفتول العضلات، شايف هاي الكليشيهات اللي كلنا. من توصل لمرحله من النضج تبدي تشوف انه هذه الامور لها سطحيه جدا. اوكي، قبلها كنت شو تفكرين؟ اي شلون يكون يعني وانت صغيره؟ يعني ما اتذكر، بس انه شايفه يعني انا اريد حل فستان هو على اساس يعني برش بس يم الجوال ما هم الجوال. طبعا اصغر بالعمر، ما واصله للمرحله من النضج وفاهمه الارتباط شنو يراد له. موضوع طلع يعني شائك يخوف. اي والله. فمن انت توصل مرحله من النضج، بعدين قلت لك عمري يعني تعرف انه اي بعدش ما شاء الله صغير ادق الخشب. الله يسلمك. توصل لمرحله من النضج، لا يا وسامه يا ماديات يا كذا، شو نتحول اليوم للاسف نشوف إيه؟ الماديات صارت بالصداره، بغض النظر ايش راح يكون، هو عمره منفصل مطلق متزوج اي شيء، ما راح للاسف البعض يعني ما اريد اعمم انا المسألة. اكيد اكيد. اوكي، انت شنو صارت هسه فارس احلامك؟ انت شوف البيوت العمرانه حواليك، راح تلقى مو اللي عمرها المقومات اللي احنا بدنا نحكي بيها. اوكي زين، بيوتنا عمرانه بالحب وبالستر، لا بفلوس لا بوسامه لا بابد. فاني يوم اللي اقرر اسوي عائله، اني اريدها عائله صنعت بحب. اوكي اي دافيه، اريد اني احترم شريكي يحترمني. هذا الانطباع راح يترسخ بالابناء، مثل اللي انا دا اشوفه ببيتنا. بيتنا يعني بابا يعني الله انت طفل عمره بس تشايب يعني بابا شايب وبعده يعامل ماما كانها حبيبته. والله هذا مو كلام لقاءات زين، يصح لها يمه. فشايف لا بوسامة، الوسامة تغيرت يعني الحب والتفاهم هو وتجي. أكيد أهم نقاط. أكيد أكيد. ففارس أحلامي أريد يشبه أبوي حقيقة. حضروا شكو شخص حس أريده مثل بابا، مثل ما هو يخاف الله بماما وهذا الدفو طلع أهم من القشور اللي يعني كنت أبحث عنها قبل. أوكي، يعني أنت مو وي الجو اللي هسه داي يصير خصوصا بالوسط الفني بأنهم لازم يطلعون اثنين كولات، لازم يطلعون اثنين سجمين وسط بوسط، صار عباره بس عن شو؟ لا 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 تكون قدسيه يعني تريدين العلاقات بالضبط. اي اوكي، شنو ابشع شيء سمعتيه عن الزواج خوفوش من عنده؟ الانفصال. اي والله انفصال. ليش؟ هواي اكو يعني حوالي صارت علاقات تسرعوا بالارتباط، لقوا عندهم طفل واثنين وثلاثة وكذا، وبعدين انتبهوا انه هم يعني ما متوالمين. لا، انت هنا القرار بالبداية كان القرار 100% لك وانت مسؤول عنه. بس انت من صاروا اكو اطفال، هذا بعد مو قرارك الشخصي، ما من حقك. يعني يقولوش بانه فترة ويصير انفصال عندك او كذا او بالضبط. هذا الموضوع اللي يخوفك؟ لا، انا اشوف الاطفال حرام يعني ما يحاول احد الطرفين ان يكون لهم ام واب هو ده يفشل. فهي الاستعجال او التسرع انه انت يلا يلا اريد اتزوج، يلا كلهم تزوجوا، يلا عمري مشى، شايف هاي الامور هوايه يلحون عليك. بطلوا شنت اسمها بس اي سو اي سو ليش اي سو انه انا ما تفاعلت. فشايف انت من تحاول تفتح موضوع يا شخص، ما يضل شال الموضوع بانه يلا انت كبرتي غيرها غيرك. لا، بقت بس طيبه هاي بالعائله وكذا. اي بل خلينا نسمع شنو دار خطيه. بقت بس طيبه مثلا بعرس وحده من اقاربي اصغر من عندي، انه امي تبوسهم تقول لهم مبروك، تقول لهم خطيه بقت بس طيبه. خطيه؟ انا مو خطيه ترى، بنتش خطيه. هاي الفقره خلصت، راح ننتقل الفقره الثانيه اللي هي المرايه تكون الختام. شلون شوي الميك اب؟ أنا حاطة ميك اب يعني انت بيدك ما تروحين الصالون كذا؟ لا اروح اكيد. بس يعني انا اعرف امشي احوالي حتى وان ما وجد الصالون. ننتقل الى فقره المرايه راح تكون الاخيره، وهواي اسئله محضرين لها. طيب، وصلنا وياك الى فقره المرايه. شلون المستوى؟ كلش حبيبي، حضرناك حتى صوره
شفتني 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 حلوه لا كل شيء راح بيه. طيب اليوم ميك اب شيء جدا ضروري بحياه البنيه؟ نحكي صدق لو مثاليه. اي اريد الصدق. الصدق اي ضروري ضروري. لا يا مرحله ضروري بس مو اساسي. اها طيب الضروره احنا كلش نعرف بانهم اللي يكون وجه لامي اي قابل للانتقاد طبعا، لكن اذا يكون الانتقاد بشكل حلو وبفد شيء انا حتى اقدر اغير بنفسي. او الاخيره لانه شفنا التغيير اللي صار وياك، تغيير بالوزن أيه. جازفتي لانه نعرف احنا اليوم العمليات تخص هذا الموضوع، عمليه جراحيه كبرى صحيح. هذا الموضوع اللي خلاك بانه تتجهين الى هذا المسير وتبتعدين لا رياضه ولا غيرها من الامور بسبب الانتقاد اللي دائما نسمعينه من الاقرباء، من الاصدقاء، من السوشيال ميديا المتابعين غيرها من الامور. هو كان سبب بس مو الوحيد والاساسي. اوكي. اي بس سبب مهم. تدري ليش؟ يعني مهما ضعفت اكتشفت انه اكو ناس هوايتها انه هي تحكي. تدري صادفت ناس، انت شايف من احد يكتب لك كومنت تفوت يطلع لك الدايركت مسج القديم. فلقيت اكو احد تكرر قبل سمينة ورا العملية خربتي نفسك بالضعف. أوكي. فإذا إرضاء الناس غاية لا تدرك. أي أنا قلت لك قبل شوية الشاشة أنيقة، فإحنا لازم نسوي الشيء اللي يليق بيها قدر الإمكان. أوكي. أولاً، ثانياً، صحياً الموضوع كان أبد مو صحيح إنه شابة بعمر 26 سنة أكثر من 100 كيلو. هاي كارثة صحياً. ثلاثة واللي لها الجانب الكبير حتى يعني أنت تعودت عليه يعني صريحة. زين أنا أريد ألبس، أريد أكون حلوة. كان موضوع جرحك نشوفين طلعين ويا صديقاتك بين نشوفين وزنك أكثر، أكو فساتين عاجبك تلبسيها تريدين تروحين أحكي لك بصلب اللي كان يجرحني إنه أنا من أروح أشتري ملابس. أي صبية عندها تعاني من سمنة أو زيادة وزن حتكون فاهمة أني جدا أحكي. كلش مزعج موضوع أنه أنت تلقى فستان كلش تحبه وما يكفي عليك. أو أني حتى أشتري لبس، أنا كنت أروح القسم الماميز مكتوب عليه اللي هي يعني دائما السيدات الكبار بالعمر يكون أوزانهم أكثر فإلهم أقسام خاصة بهم. أني حتى ألقى قياسي خصوصا آخر فترة بعد كورونا وكذا قعدنا بالبيت وفتحنا أكل وأني تألقت كلش. فيعني اروح القسم اكبر من عمري حتى القى شيء البسه كان كلش يجرحني الموضوع. يجرحك كان يا يعني مرحله، اكو مراحل بينه وتوصل بيك بينه. مرحله تنهارين انقهر اي ابكي ممكن ابكي. تروحين بعزله من هذا الموضوع؟ لا مو لهالدرجه، يعني انا كنت متصالحه وياه، واكبر دليل انه انا كنت مقدمه برامج قدمت برامج أكثر من 100 كيلو، فهاي كان يراد لها ترى جبروت، يراد لها ثقة عالية بالنفس، فأني خذت وبلشت بهذا المجال وأني بدين. أوكي. زين بس الموضوع كلش فرق، حسيت بأنه أني صدق هسه بالعشرينات، قد ما كنت دائما أشوف نفسي أكبر من العمر. شوف كلمة للناس اللي دائما تنتقد السمنة وغيرها والأشياء، وللأسف مرات وصلت إلى مرحلة بأنه سوى عملية تجميل وتؤدي إلى وفاة هواي. صحيح. بنات صحيح بعدهن بداية حياتهن ونسمع سبب وفاتها. ممكن تكون طيبة عندها ما يكفي من القوة انه هي ما سوت لان هذا السبب الرئيسي، بس انت يكون بعلمك. يعني ممكن تكون فلانة اللي توفت بعملية جراحية حتى تضعف خطيتها برقبتك مثل ما يقولون، التنمر مالتك عليها هو اللي جرحها وخلاها تخاطر وتسوي عملية تخسر حياتها. انت يجوز هي كلمه كتبتها على الكيبورد وانت ما تتذكر انه انت كتبتها، بس ممكن تكون اكو جانب زي ما يقولون اهلنا خطيتها برقبتك. اوكي. تجميل انت وياه؟ يا تجميل الوجه يعني مثلا اذا قص المعده يعتبر عمليه تجميل فاني وياه. الوجه اذا تحول الوجه اي عبرنا لهي المرحله. الوجه انا كلش احب الجمال بس ما احب السعي الا يكون عن طريق جراحه. كلش ارفض. تحسين بالفتره الاخيره صرنا كتالوجات حيدر كتالوج والله احكي الصدق. تحسين اليوم بالفتره الاخيره ايه؟ الوجوه شابهه؟ هو هذا دا اقول لك، شايف الكتالوج اكو مثلا اربع قوالب، فانت فلانة اما تلقاها بالقالب الفلاني او القالب هذه كارثه. أوكي. كارثه. انا طيبه خليل مسويه فلار، مسويه بوتوكس مال تجاعيد اي، بس انا ما مسويه ولا عمليه جراحيه، ماكو مشرط
تدخل وغير اي شيء. فاكبر دليل احنا حايرين بالاضاءه على مود خشبي. طيب فاني ضد التجميل اللي انت ما محتاجه تمام مسوي ليش مشكله بالتنفس او 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 فاهمني وين دنا اوكي او توصل مرحله إيه؟ طيبه اذا استخدمنا هاي الفرشه الموجوده عندك مو بالميك اب اوكي اذا انطوك اياها قالوا لك هاي الفرشه نسحب بيها بعض اطباع البشر اللي تريديها او تكون جزء من هذا المجتمع شو الاطباع اللي يضوجين بها موجوده عند البشر اها الاحكام تدخل لمجتمع السوشيال ميديا تلقى كمية قضاة وموجودة بوزارة العدل كل شخص بينا ما عنده أسهل من أنه يعين نفسه قاضي حتى يحكم على حيدر أنت تحكم على يا أساس هل أنت مؤهل؟ أنا اليوم اللي يقعد ينتقد طيبة مثلاً ينتقد برنامجها إذا كنت أنت مقدم برامج وإلك سيفيك مثل ما نقول أنت يحق لك تنتقد إذا كنت ناقد انقد احترم بس انت مو تكون بعيد عن المهنه وتجي تصدر احكام هذا مو من حقك فاني اشوف كميه قضاة على اللبس على الشكل على السلوك هذاك اليوم اني اجاني يقول لي انت ما تتقبلي النقد يقول لي نبره صوتك او صوتك هذا صوتي يعني شديد علي جد والله توصل مرحله الصوت تخيل يعني اكو امور هي مو انت مسويها فممكن تغيرها ولا انت اللي صدرت هذا الحكم انت ما مؤهل ان تحكم فالحكم على الناس مش اقول لك 90% ده يجي مو بمحله بنمشي ونصدر احكام اطراء او نقد او غيره هي هاي اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله أنا اي مشوار راح تكونين جزء من عنده اشكرك كلك ذوق انا سعيده حبيت اللوكيشن حبيت فكره البرنامج شعر بنات جديدة وحلوة وروحها حلوة مثل روحك آني أشكرك على هذه الدعوة شكرا جزيلا إذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا ويا الجميلة والمبدعة طيبة إلى اللقاء